نعم. الفيشة. فيشة ايه؟ فيشة السخان البايظة اللي بتشرز. ايه بتشرز دي؟ طب انا هتوكل على الله. تعالى ان كان على الفيشة موجودة، بس على الله تطلع صنايعي. ادخل. يا ساتر. خلي بالك للكهربا تعضك. لا ما احنا الكهربا وعضتها. سناء بنت يا سناء. ايه يابا في ايه؟ صوت مين يا بنت اللي في الحمام ده؟ انت مالك؟ انا مالي ازاي؟ في صوت راجل في الحمام. ده كهربائي اللي ابويا بعته عشان يصلح فيشة السخان. ولماه الكهربائي تقابليه بالشكل ده يا بنت مش عيب عليكي. خش ستوري نفسك بأي حاجة. اقولك الكهربائي تقولي لي ستوري؟ وبعدين ده حتة عيل لو بصلي بعيني الاتنين دول هخزقهم له بصوابعي. أبلة ألاقيش عندك شكينة تبوظ؟ وما جبتش معاك مفك ليه؟ مؤاخذة يا حاجة بس عم شتشابي يعني كهربني ما لحقتش ألم اليد كلها. طب ادخل وهجيبها لك واجي وراك على طول. ماشي. هو ده العيل الصغير لا راح لهنا ولا هناك. دي لو بصت له واحدة بس بعينيه الحلوين دول تاني يوم الصبح تخلف توأم. تبكلحة ليه؟ ما تخش يا بنت تجيبي يلا السكينة اللي تبوظ. السكينة تبوظ قال. سكينة تبوظ يا اسطى. مالك؟ مربوك وملبوخ وعرقان وحوستك حوسة. ما انا اعمل لك ايه؟ ما انتوا حاطين فيشة سخان المطبخ في الحمام وحاطين السخان في البلكونة، ايه اللخبطة اللي انتوا عايشين فيها دي؟ طب سكينة تبوظ. طب ارجع بدل ما يحصل قفلة وتتخضي. يا اختي يا ربي يا اخويا تخضني وارتاح. تعرفي يا سناء الحاج شيشان ده زي ابويا بالظبط. صحيح افتكرت. الباقي في حياتك يا زيزو. هو انت رجعت امتى من البلد بعد الجنازه؟ انت عرفت منين؟ اصلي كنت واقفه في الشباك بتفرج عليكم. كنت يا واد قمر في الجنازه. هو انتوا لسه ما عرفتوش مين اللي سرق البضاعه من الورشه؟ انت تخاف منك بقى. وعارفه ايه كمان يا ست سناء؟ عارفه كل حاجه يا زيزو ما عدا حاجه واحده. مرتبط. هو في حد ارتبط اليومين دول؟ اديك شايفة ابويا يعني مات وساب وراه. ولا البنت لبنى؟ لبنى الدكتورة؟ ده كلام ما يملاش دماغ اي حد يعني. سيبك من الكلام ده خلينا فيك انت بقى. انت ايه نظامك بالظبط؟ دي حاجة تتحس ما تتقالش يا حمار. بس انت يعني مؤاخذة يعني بتختفي كده من المنطقة وبعدين تيجي وبعدين اقول لك اصلا متجوزة غامضة. هاي يا زيزو خلصت شغلك ولا مستني الحاج يستلم منك؟ يستلم ايه بس يا ام؟ هو احنا كنا بنسلم عمارة فيشة تمام اهي وعشة على عشة. شكرا. طيب يا اخوي رحت فين يا مقصوفة الرقبة؟ ياما بحسب الراجل مش كده. لو عايز تعرف جوزي فين وحكايتي ايه تعالى قابلني بكرة الساعة 4 في ميدان العتبة قدام المطار. فات تبطلي جنان بقى. ولو ما جيتش هنزل اقول لابويا انك حاولت تبوسني وانت بتصلح السخان. ها قبض ولا المعلم قبضه قبل ما يطلع؟ يما مش راضي وعامل لي فيها صبي المعلم وكده يعني. ما برضك يا حاجه ما ينفعش. عم شيشابي خيره علينا برضه. يا اخويا كتر خيرك ما دام خيره عليك يا بقى. انا مؤاخذه يعني ما ينفعش برضه نكسف المزمزات الصغيره. ربنا يبارك لك فيها. الله يكرمك. الواد ده حلنج بشكل. والنعمه ما بتفهمي في الرجاله.